كومبليت اير سبيس. ماشي كده يا دكاتره، زي ما انتم شايفين كده اهو الاسطوانه عندنا كاني فتحت ده بالظبط فيديو مصوره لكم من الاسطوانه، بحيث ان انا اوريكم اللي بتحرك في الكورونا ازاي. ماشي اهو من قدام لورا او من ورا لقدام. طب السيرجن قسمت البيشنت نصين وبص على كل نص لوحده زي ما انتم شايفين، اقصى اليسار لاقصى اليمين. ماشي، وركز معايا في كل في كل مين في كل كروس سكشن قط زي ما احنا نقول. يبقى احنا خدنا الكورونال وخدنا السيرجن اهو، هشوف فيه النيزل كافيتي، هشوف فيه نزل كافيتي هنا اهو، هشوف فيه الفرونتال ساينس. ماشي، هشوف بقى فيه الجزء بتاع الاير واي. ماشي كده يا دكاتره. طب هنشوف ايه تاني؟ هنشوف بقى الاكزل. الاكزل زي ما احنا متفقين من تحت لفوق او من فوق لتحت اهو، من المانديبول تحت خالص لحد الفولت بتاع السكال اهو، بطلع فوق خالص خالص لحد ما اوصل للسكال من فوق لحد اهي، ادي الفرونتال ساينس، وانزل تحت لحد البيز بتاعت المانديبول. ماشي كده يا دكاتره. يبقى معنى كده ايه؟ معنى كده ان كل كروس سكشن قطع معين هشوف فيه اناتوميكال ديماركس ريليتد ليه هو. فاحنا خدنا اكتر حاجه متعرف ليها المجزره الايه ساينس اللي هي النيزل كافيتي والانفير الفر كانال. ده بقى الجزء اللي انا كنت بكلمكم عليه يا دكاتره ايمت شويه، اللي هو ايه؟ اللي هو حاجه اسمها السيريال ترانس اكزل او الكروس سكشن قط، اللي هو البعد الرابع بتاع الكون بيم. انا دلوقتي عندي المجزله، المجزله دي زي ما انتم شايفين لها شكل ايه؟ شكل راوند. الشكل الراوند ده ماشي كده يا دكاتره، مش هينفع اشوفه ولا في الكورونال ولا في السجن، لان هو واخد حبه كورونال يعني من ورا لقدام كورونال، وعشان اروح من القناه اللي هنا للقناه اللي هنا ده اسمه ايه؟ اسمه سجن. هو ده بقى اللي بنسميه كروس سكشن كات. طب الكروس سكشن كات ده حاجه اسمها اربيتري او حاجه كاستم، يعني انا اللي بعملها، يعني ولا هو سجن ولا كورونال ولا اجزل، لا ده هو كومباينيشن ما بين السجن وبين الكورونال. ان ازاي؟ انا امسك الكورزر بتاعتي كده وابتدي امشي على شكل البانوراما، شكل الارش بتاعي، شكل مين؟ الارش. فيظهر لي الكروس سكشن كات على ايدك اليمين. يعني انا بقى يعني انا الاول بيجي لي الشكل ده في الاجزل كروس سكشن كات، اروح ماشي ورا الاجزل في زي ما انتم شايفين كده مع شكل الارش سواء ماكزيلا او ماندبل، يظهر لي على طول بعد كده في مين؟ تحت على ايدك اليمين في مين؟ اللي هو الكروس سكشن كات. ماشي كده يا دكاتره؟ بصوا كده معايا. بص الكروس سكشن كات هتعمل هنا ازاي يا دكتور؟ بص شوف انا بعمل اللي بقسمه دلوقتي حاجه اسمه ايه؟ اسمه بانوراميك فيو. شايف صوره البانوراما بتتكون تحت عندك ازاي؟ بظبط السكنس بتاعتها اهو. شوف دي بقى بنسميها ايه؟ بنسميها ريفورميتد بانوراميك فيو، نوت ا ترو بانوراميك فيو، لان هي متاخده من كذا كروس سكشن كات. تعالى بقى كده معايا دلوقتي قلب بقى. بص بقى انا شوف انا بقلب في البانوراما، بيتقلب معايا مين؟ الكروس سكشن قط على ايدك اليمين، وبيتعلم معايا كمان العلامه الصفراء على ايدك الشمال. اظن دلوقتي وضحت بالنسبه لكم فكره الريفورمات البانوراميك فيو انا طلعتها ازاي، والكروس سكشن قط انا عملته ازاي، والبانوراميك كيرف انا عملته ازاي. يبقى انا راجع كده ثاني سريعا ان الحته دي مهمه جدا بالنسبه لي، لان دي اللي هترسمها في كل اسطوانه واللي هتطلع منها الداتا. اللي على ايدك الشمال دي اسمها البانوراميك فيو، فوق على ايدك الشمال فوق خالص اسمها البانوراميك فيو، اللي انا برسم عليها الكروس سكشن قط. يمينك ده الكروس سكشن كات، اللي تحتك على ايدك الشمال ده اسمه ايه؟ اسمه ريفورميتد بانوراميك فيو، وده اسمه 3 دي فوليوم. ماشي كده يا دكاتره؟ هنعمله كده تاني كده سريعا تحت كده. انا فتحت الاسطوانه اهو، جاي لي شكل الاجزل كروس سكشن كات بتاع المجزلة، بمشي مع ال سنتر بتاع القرش، بلاقي البرنامج تحت برنامج ريفورميتد بانوراميك فيو اتكونت معايا اهي. بعد اقلب بقى فيها الاقي الكروس سكشن كات اتحرك معايا، وده اللي كنا بنقوله، اللي بتشوفه بترسمه فوق هو اللي بتشوفه تحت زي ما انتم شايفين. وبتلاقي كمان ال 3 دي فوليوم كمان بيتحرك معاك، الجزء اللي انت بتشتغل عليه هو فين بالظبط. ماشي يا دكاتره. بس يبقى احنا كده زي حضرتك الايمج اللي انت بتشوفها، اي ايمج بتشوفها يا اما من يمين الشمال اهو، من الشمال لليمين اسف، هتشوف فيها ساجتال، هتشوف كورونال، هتشوف اكزل، هتشوف كروس سكشن كات، هتشوف 3 دي فوليوم على ايدك الشمال تحت خالص،
وهتشوف على ايدك اليمين اللي هو الري فورماتد بانوراميك فيو. اي صوره تكون بي مش تخرج عن ايه السته دول اللي احنا الخمس دول اللي احنا السته اللي احنا قلناهم دول. تعال بقى عندك ده بالنسبه في النسبه في المجزلة هتلاقي طبعا النزو بلاتين دكت زي ما انتم شايفين ادي السنترالز وادي الدكت اهي قدامك. تيك كير ان انت ما تعملش فيوليشن للنيوروفاسكولار باندل اللي موجوده هنا. في اللور هتشوف المنتال فورامين، هتشوف الانفيرير الفر كانال اهي. ده اللي انتم شايفينه ده الكروس سكشن كات. اللي انتم شايفينه ده دكاتره ده جزء من الفيلم اللي انا هوريه لكم بعد كده اللي هو بمنتهى البساطه زي ما انتم شايفين الكات رقم 12 هيكون فيه طول وفيه عرض. العرض اللي هو 7 و6، الطول اللي هو 7 و4، الكات رقم 16 نفس الكلام 11 و1 طول 4 و6 عرض. يبقى احنا عرفنا الوقت ده معنى كده يعني ايه الشكل اللي انت قدامك. الشكل اللي انت شايفه قدامك ده اسمه ايه المقاطع الكتير دي ال 27 كات دول اسمه كروس سكشنال كاتس، اسمه كروس سكشنال ايه كاتس ماشي. في الكات من كات بقى رقم من 1 2 3 4 كل اللي انت شايفه ده كده الجزء اللي على ايدك الشمال من فوق الاسود ده ده المجزيلا ساينس. ده مين المجزيلا ساينس؟ طب ومثلا من اول الكات مثلا رقم 4 5 6 7 9 كده لحد النص كده ده اسمه ايه؟ اسمه النيزل كابتي اللي هو الكونكي. مش في انفيرو نيزل كونكي وميدا نيزل كونكي وسوبيرو نيزل كونكي. الكات رقم 13 الحته اللي انا مظلل لها دي دي هي مين؟ اللي هي الانفيرو نيزل كونكي ماشي كده يا دكاتره. يبقى في مجزيلا ساينس كومبليت اير سبيس بتشوفه كومبليتلي ريديوسنت الا لو في انفلاميشن. لو في انفلاميشن بتشوف فيه ايه؟ جزء بيبقى جراي ان كلر ماشي كده يا دكاتره. لكن الجزء اللي انا شايفه بقى فيه جراي ده هو ده النزل ايه كابتن. ده بقى كده دكاتره شكل الفيلم اللي هيجي لك من مركز اشعه ازاي تقراه. الشكل اللي انت شايفه قدامك فوق ده اسمه ايه عندك الشمال؟ ده اسمه ريفورمات البانوراما فيو. ما انت بقيت فاهم بقى دلوقتي اهو. والجزء اللي هو ده اسمه ايه اللي هو اللي في النص ده اسمه بمنتهى البساطه اهو اكبر لكم الشاشه تاني تاني كده افضل. يبقى نقول تاني الجزء اللي ايدك الشمال ده اسمه الريفورمات البانوراما فيو اللي انا مشيت عليه اللي هو كان ده يا دكاتره. يعني الشكل ده مشيت على شكل المجزله على الار على المجزله ريارش اداني مين؟ اداني شكل الريفورمات البانوراما فيو ده واداني الكروس سكشن كات بتاعتها اللي تحتها ماشي. وده ال 3 دي فوليوم اللي انت بتشوفه ماشي كده يا دكاتره. زي ما انتم شايفين اهو هبص بقى فوق كده هبص مثلا ايه الكات مثلا كام؟ الكات رقم 12 اهو ادي 11 12 طب اهو الكات ده ده الكات رقم 12 هبص عليه تحت ده طوله 7 و4 في عرض 7 و6 خلاص كده. اند سو اون الكات رقم 16 فين الكات رقم 16؟ الكات رقم 16 هنا اهو. هبص عليه تحت في الكروس سكشن كات 11 و1 في مين؟ في 4 و6. يبقى انا ده مطالب بصاله دلوقتي عرفت الكروس سكشن كات جت منين؟ والريفورمات البانوراميك فيو جت منين؟ وايه هو ده طول وايه هو ده عرض؟ ماشي؟ يبقى انت بص فوق كجنراليزد اوفر فيو كده وتشوف الطول والعرض بتاعه فين؟ تحت يا دكتور. ده شكل الفيلم اللي هيجي لك مش هيخرج اكتر من كده. ماشي كده يا دكاتره؟ اهو. دي بقيه الكروس سكشن كات. ما هو واسك بقى المجزله من اولها لاخرها من اول القط رقم 1 لحد القط رقم كام 53. كلمه كروس سكشن كاتس افري 2 ملم يعني ايه؟ ويعني ايه 2 ملم؟ يعني ما بين كل السبيس رقم يعني الكروس سكشن كات رقم 1 والكروس سكشن كات رقم 2 و3 و4 الديستانس ما بينهم 2 ملم. يعني القط رقم 1 ما بينه وبين القط رقم 2 2 ملم. يعني معنى كده ما بين القط رقم 1 لحد القط رقم 4 كام؟ اضرب 2 في 4 يبقى 8. ماشي كده دكاتره؟ عشان انت لما تيجي تعمل بعد كده امبلانت بلاننج هتعمل ايه؟ هتيجي مثلا تقول انا المفروض مثلا اسيب ما بين مثلا امبلانت والامبلانت 3 مللي. يبقى انت عارف ان انا هعدي مثلا 2 كروس سكشن كات واحط في الكروس سكشن كات الرقم الثالث اللي هو مين؟ الامبلانت بتاعتي. طب وما بين الامبلانت والبون قد ايه؟ حوالي 1.5 مللي. ما بين الامبلانت والناتشورال توس قد ايه؟ حوالي 1.5 مللي. يبقى انا هسيب 1.5 مللي اتليست ده خلي بالك ده اتليست اتليست وابتدي احط مثلا مين؟ يعني هعدي كروس سكشن كات في الثاني وبعد كده احط مين؟ في الكروس سكشن كات اللي بعد كده. يبقى دي الديستانس ما بينك عشان دي ما تيجي تعمل امبلانت بلاننج. ماشي كده يا دكتور؟
زي ما انتم شايفين كده يا دكاتره، عشان اشوف مثلا في اي ابسس ان في اي حاجه زي كده عاوزين نشوفها. فهي طبعا هتبقى مش محتاجه ريزولوشن كبير زي ما احنا متفقين، 5 في 5 80 مايكرون. نفس الكلام هنا. دلوقتي بقى دكاتره اهم حته عندنا اللي هي البون دينستي. ماشي، انت في عندك دلوقتي البون ميجرمنت يا اما طول والعرض اللي هو الباكولينجوال دايركشن اللي هو 6 و8 ده اللي هو الباكولينجوال دايركشن. طب وال 14 4 ده الهايت بتاع مين؟ الامبلنت بتاعك. ماشي، اعمل تريسنج للنيرف. ازاي اقرا بقى البون دينستي اللي هي الكثافه بتاع العظم اللي عندنا؟ ماشي، بمنتهى البساطه انت بتقف بالكورزر كده على البون وهو بيطلع لك فاليو معينه. الفاليو دي بنقيسها بالهاوس فيلد يونت اللي هو الراجل اللي هو الهاوس فيلد ده اللي هو الراجل اللي اخترع مين؟ اللي هو الجهاز الميديكال ستيل. دي بتدينا حاجه اسمها ريلاتيف بون دينستي، يعني الميجرمنت بتاعت الدينستي بتاعت البون دينستي بتاع الكوم ام ستي نوت اترو ميجرمنت، لكن دي بنسميها ايه؟ حاجه كده ريلاتيف بون دينستي، يعني حاجه كده نسبيه، بس هي برضك اكل. ماشي كده يا دكاتره؟ طب ازاي بقى بعرف البون دينستي ده؟ بديله فاليو وبديله قيمه عندي. ماشي كده؟ يعني بمنتهى البساطه قال لك ايه؟ يعني قال لك لو الفاليو دي بتاعته اكتر من 1250، يعني لو وقفت بالكورزر كده اقرا معايا 1350 1500، ده بنسميه حاجه اسمها دي 1. دي كام؟ دي 1 يعني بون دينستي، يعني تحس ان البون كله هوموجينس. يعني ايه؟ يعني انت عندك المفروض في البون في كورتكس وفي سبونج بون. الكورتكس من ناحيه الليبيال ومن ناحيه اللينجوال وفي النص في الكورتكس. تحس ان البون كله هوموجينس، كله بلندد مع بعض. ماشي، دي بنسميها ايه يا دكاتره؟ بمنتهى البساطه دي بنسميها دي 1 بون كوالتي. ماشي، طبعا هي مش فيفرابل ان انا احط فيها امبلانت. ماشي، هو اي نعم هيبقى فيه ستابيليتي كويسه، بس خلي بالك ان الفاسكولاريزيشن بتاعت الامبلانت هيكون قليل. ليه؟ لان الفاسكولاريزيشن معتمد على كميه المارس بيسز اللي موجوده عندك، هي دي اللي يمشي جواها البلاد سبلاي. فاي نعم انت هتجين ستابيليتي حلوه قوي، لكن في نفس الوقت الفاسكولاريزيشن بتاعته هيبقى ايه؟ هيقل جدا. ماشي كده يا دكاتره؟ طبعا في حاجه تاخدوا بالكم منها اللي انا كنت قلت لكم عليها، في حاجه اسمها بون دينستي وبون كواليتي. بون دينستي بمنتهى البساطه يعني انا بقف كده بيديك كام؟ 1250 1350، دي اسمها بون دينستي. ماشي، لكن بون كواليتي يعني ايه؟ يعني شكل البون كله على بعضه كده، هو دي كام؟ دي 1 ولا دي 2 ولا دي 3 ولا دي 5؟ ماشي، يعني بمنتهى البساطه يعني ايه؟ يعني لو انا يعني الفاليو دي لما بقف عليها دي ايه؟ دي دينستي، لان هي بتديني فاليو رقم، لكن شكل البون كله من قبل ما اشوف حتى هو الفاليو دي كام انا ممكن احكم عليه. يعني انا لما اشوف البون ده الاقي مثلا ان مفيش تقريبا هنا كورتكس، مفيش هنا تاثير تقريبا، اسف، ماروس بيسز. فلما ما يكونش في ماروس بيسز الكورتكس ويل ديفلوبد كده حلوه وعامله اوبليتريشن للماروس بيسز اللي في النص، وتلاقي البون كله مع بعضه حته واحده، ده انا اقول لك وش على طول كده ده كام؟ ده دي 1 بون كواليتي. ماشي؟ طب عندك دي 2؟ لا، في حاجه هتقل على حساب حاجه. بمعنى ايه؟ يعني الكورتكس حجمه هيقل شويه، بس في نفس الوقت المارس بيسس حجمه هيزيد شويه. ماشي كده؟ يبقى هتشوف البون كومباكت. اي نعم، الكورتكس بتاعته كومباكت بون حلوه ويل ديفلوبد كله كويسه كل حاجه، بس في نفس الوقت التيوبيركلر بون او السبونج بون في النص هيبتدي يظهر اكتر واكتر. طب ده بنسميه ايه؟ الكواليتي اسمه دي 2. طب الفاليو بتاعته اللي هي الدينستي من كام لكام؟ انا قلت لك هي من 1250 وانت طالع دي 1. طب الدي 2 من 850 ل 1250 ودي زي ما قلت لك يا دكتور، اول ما تقف بالكورزر كده بتاعتك على البون هيديك الفاليو دي، فانت تعرف تعمل بيها ديترمينيشن للبون دينستي بتاعتك. ماشي؟ يبقى انت في جيمنت شيف في كروس سكشن كات اللي انا شايفه ده، انا بقى عندي طول وبقى عندي عرض وفي نفس الوقت معايا دينستي. هو دول الثلاث حاجات اللي انت محتاجهم عشان تعمل امبلانت الثاني. الدي 3 بقى لا خلاص، يعني انت بقى الكورتكس بتاعتك ما بقتش كومباكت بون زي الاول كده، بقت فيري ثين. ماشي، وفي نفس الوقت المارو سبيسز بقى بعد ما كان مارو سبيسز فيري فيري نارو، لا بقت فيري وايد لدرجه ان هي بتميز منها ما بين الكورتكس، يعني تحس بس ان هو في لاين اوف كورتيكيشن، هو بس ده الموجود، هو ده اللي بيميز منه ده. طب والفاليو بتاعته من كام؟ هتقل بقى طبعا من 350 ل 850. ليه؟ لان كميه كومباكت بون قلت، فطبيعي الدينستي بتاعته تقل. وزي ما قلت لك طالما الكومباكت بون قل يبقى مين هيزيد؟ يبقى السبونج بون هيزيد قدامك.
طب الدي 4 بقى لا بقى ده انت بتتكلم من 350 ل 150 هرتز فيلمنت. دي تقريبا كده دكاتره الكورتكس ما بيبانش من الاسبونج، تحس ان هم كلهم حته واحده. ودي اكتر عند مين؟ عند الناس اللي هم الفيميلز اللي هو بوست مينوبوز، اللي هو الناس عندهم اوستيوبوروزس والكلام ده كله. ماشي كده دكاتره؟ ليها مانجمنت في الامبلانت؟ ليها مانجمنت اللي هي البور بون كواليتي، يعني دي تعتبر بالنسبه لنا بور بون كواليتي. يعني انت يعني مثلا دي 2 هتديك استابيلتي كويسه، والباسكولار سبلاي بتاعتها بردك مش وحشه، لكن الايديال 1 هي دي 3. ليه؟ لان انت بيبقى عندك كورتكس كويسه تجيب منها استابيلتي، وفي نفس الوقت البلاد سبلاي بتاعتها فيري 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 جود. ماشي؟ طب الدي 4، الدي 4 مش هتجيب استابيلتي حلو، لكن هيكون عندك بلاد سبلاي كويس، بس الاستابيلتي هتكون بالنسبه لك صعبه جدا. ليها مانجمنت زي ما احنا قلنا، ممكن هناخدها بعد كده ان شاء الله باذن الله مع الدكتور احمد حكيم في المانجمنت بتاعت الامبلانتات. ماشي؟ او الكورس دايركتور بتاع الامبلانت كورس دايركتور. ماشي كده يا دكاتره؟ طب اخر بقى حاجه دي 5. دي 5 بمنتهى البساطه يا دكتور، يعني حضرتك خلعت السنه وقدامك سكت. هي دي معنى كلمه دي 5. ماشي؟ يعني انت خلعت السنه وقدامك سكت. دي ما ينفعش اقول دي 4. ليه؟ لان مفيش اصلا بون في النص، ده لسه كل ده لسه سوفت تيشو، وبعد كده هيبقى جرانيشن تيشو، وبعد كده الجرانيشن تيشو يدخل بقى يحصل له اورجانيزيشن في نان لاميلر بون، وبعد كده النان لاميلر بون يحصل لاميلر بون. يعني قدامك تقريبا حوالي من اربع لست شهور. هيبقى قدامك قد ايه؟ من اربع لست شهور. لكن ايميديتلي كده انا جات لي واحد عامل كون بيم بعد ما خلع، يبقى ده بس بديله على طول فاليو دي 5، بديله كويس بون كويس دي 5. الهاوس فيلد يونت لو انت جيت تقف بقى بالكورزر هتلاقي ممكن يقرا معاك بالماينس. ليه؟ لان ده سوفت تيشو. ما هي هو اصلا دي سوفت، ما فيهاش اصلا اي تيشو موجود عندك. ماشي كده يا دكاتره؟ ده لسه انت قدامك مثلا 21 مثلا من بعد كده تقريبا اسبوع عشان يتكون معاك، من اسبوع من 14 يوم عشان يتكون معاك الجرانيشن تيشو، وبعد كده يبتدي يكون البون سيكونس اند سو. ماشي كده يا دكاتره؟ يبقى احنا دلوقتي عرفنا البون ويدث، البون هايت، البون دينستي، البون كواليتي. ماشي كده يا دكاتره؟ الجزء الاخير بقى يا دكاتره ان شاء الله باذن الله في المحاضره هنتكلم عنه، اللي دلوقتي هناخد الاسطوانه زي هنفتح بالظبط مع بعض اسطوانه كوم بيم، وهنشتغل بيها مع بعض بحيث ان احنا نشوف ازاي بنتعامل مع الاسطوانه اول ما تجينا. يعني انت حتى لو ما جالكش الفيلم هيجي لك الاسطوانه معاك، تعرف تتعامل معاها لحد ما يجي لك صوره الفيلم بتاعك. ماشي كده يا دكاتره؟ دلوقتي يا دكاتره اهو احنا هنلف على الاسطوانه مع بعض اهو، هدخل على الفوليوم، انا مصور بوس قرش. زي ما انتم شايفين دلوقتي اللي بعمله ايه؟ انا برسم شكل البانوراميك فيو. شكل ايه؟ البانوراميك فيو. ماشي؟ ولما اجي ارسم شكل البانوراميك فيو، المندبل هرسمه لوحده والماكسيلا هرسمه لوحده. ليه؟ لان ده ليه كيرف وده ليه كيرف تاني خالص، فهضطر استخدم اللي هضطر ارسم ده لوحده واضطر ارسم ده لوحده. ماشي كده يا دكاتره؟ زي ما انتم شايفين دلوقتي. طب هرسمه ازاي؟ حاجه تقريبا عند السنترال بتاع السنان اللي هو عند السي جي بتاعت السنان، وانزل واطلع بكده اهو زي ما احنا شفنا دلوقتي كده اهو. بص هنا معايا على الاكزل، بص انا نزلت وطلعت، حته ان انا انزل واطلع دي اهي تاني. اهي حته ان انا انزل واطلع دي اوصل وصلت فيها عند مين؟ لو انت لاحظت كده دي السي اي جي بتاعت السنان اهو، اللاين الازرق ده ماشي مع مين؟ اهو اللاين الازرق ده ماشي مع مين؟ مع السمنت ونمل جنكشن بتاع السنان. قال لك ليه الحته دي بالذات؟ لان دي اكتر حته السي اي جي دي بيكون عندها بون وتيس، سنان وعظم.
الاثنين لما يكونوا موجودين مع بعض ساعتها اقدر اسوي البانوراما الكيرف بتاعتي. طب واحد يقول لي يا دكتور طب افرض هو البيشنت ايدنشوس ما عندوش ولا سنه، خلاص يبقى اول بدايه البون بتاعتك هي دي اللي انت هتعامل عليها. ماشي يا دكاتره؟ يبقى هي دي بدايه البون بتاعتك، هي دي اللي انت هتعامل على اساسها. اهو انا برسم دلوقتي البانوراما الكيرف زي ما انتم شايفين، برسم في الاجزاء فوق بيرسم لي مين الريفورماتد بانوراميك فيو تحت اللي انت شايفينها. ماشي؟ بزود السلايس سيكنس عشان يزيد كده الكونتراست بتاعتها. ببتدي بقى اعدل في شكل الكيرف نفسه. ما هو اصل خلي بالك المانديبل ده واخد كيرف، فلازم اعدل الكيرف بتاعته. هو الكيرف الاولاني بالشكل ده ما فيش مظبوط. ليه؟ لان الحته القدامانيه اللي في النص دي طالعه لفوق زياده عن اللزوم. دي زي كانها زي مين؟ زي ما احنا خدنا في البرنامج ايرور كده بنسميها ريفرس سمايل لاين. لا ده هو المانديبل واخد كيرف، فهضطر اعدل الكيرف بتاعته اهو. ايوه يبتدي ياخد شكل الكيرف بتاع مين؟ بتاع المانديبل. انا الخطوه اللي فاتت عملت ايه يا دكاتره؟ عملت بمنتهى البساطه ان انا رحت عند البانوراميك فيو اهو، اسمه البانوراميك فيو، بدخل على فولدر حته اسمها البانوراما. البانوراميك ده برسم منه البانوراميك كيرف بترسم البانوراميك فورمات البانوراميك فيو. بعد كده بطلع منه على حاجه اسمها بقى ايه؟ الامبلانت. انا كده خلاص رسمت الريفورمات البانوراميك فيو بتاعتي اهي وظهرت لي، وتحت مين؟ تحت الكروس سكشن كات اللي احنا اتكلمنا عليه اهو. هبتدي بقى اقسم بقى المانديبول بتاعتي، شوف بقى كذا كروس سكشن كات، بس ايه؟ اعمل حاجه اسمها اللي هي الفيلد اوف فيو اللي انا عاوز اشوفه. يعني اذا انت عاوز تشوف المانديبول خلاص اظبط الفيلد بتاعتك، اعمله ديفينيشن كده على المانديبول، او المجزله اعمل لها مجزله بحيث ان انت ايه تقلل الاريا اللي انت بتشوفها عشان تشوفها تحت في الكروس سكشن كات مين بشكل اكبر. شوف كده دلوقتي بعد معايا، بعد ما انا عملت ديفينيشن الاريا اللي انا عاوز اشوفها ايه اللي هيحصل تحت الكروس سكشن كات. كروس سكشن كات ظهرت معايا. ظهرت ايه؟ ظهرت معايا علشان كده بمنتهى البساطه. بعد كده هبدا دلوقتي اعمل حاجه اسمها ايه؟ نيرف تريسنج او نيرف مابنج. هفضل ماشي ورا الانفيريور الفيرر كانل اهو. بص انا شايفها في باكولينجوال دايركشن، الكلام ده مش موجود في بانوراما دكاتره، باكولينجوال دايركشن ده، وبعد ارسم الكانل. بص بقى دلوقتي شفت النيرف اترسم ازاي في الليفت سايد. طب اروح على الرايت سايد، اروح محرك بقى الكورزر واروح واخد الكروس سكشن كات الناحيه الثانيه واعمل نفس اللي عملته. اجي اهو هرسم النيرف بتاعي زي ما انتم شايفين اهو. ده اسمه ايه؟ اسمه نيرف تريسنج او نيرف مابنج. الرايت سايد اترسم اهو دلوقتي. بعد كده بظبط الكروس سكشن كات بتاعتي على حسب من اول الايت لحد الايت. وابتدي اعمل ايه دلوقتي بقى؟ ابتدي اخد بقى طول في عرض، ابتدي اخد طول في عرض، اخد طول وعرض الامبلانت بتاع كل واحده فيهم. خلي بالك كل حته بتحرك بيها تحت هي بتتحرك بيها فوق. يعني مثلا اهو في القط 45 تحت هتلاقي العلامه البيضاء فوق عند القط 47، القط 52 تحت هتلاقي القط فوق الكام؟ 52 في الريفو. ليه؟ لان انت لازم تبص فوق وتشوف هو بيمثل تحت ايه. عشان مثلا انا عاوز احط حته في الاريا دي يبقى لازم تمثلها. او شوف بقى انا كبرت دلوقتي، هبتدي بقى ايه؟ اظبط بقى ايه؟ الشغل بتاعي، احط بقى الويتس والهايت. ما انا خلي بالك، ما هو انا دلوقتي احط الويتس والهايت بمزاجي. ليه؟ لان انا عملت تريسنج للنيرف، فما بقتش واخد البون ده كله كوان يونت. يعني انا مش دلوقتي مش هحوسك البون من اول هنا لحد هنا، لا انا عارف ان الحته الصفرة دي هو دي النيرف اللي ايه؟ اللي ماشي معايا. الانفيريور الفيرر كانال اللي موجوده معاك اهو دلوقتي يا دكتور. انا دلوقتي بقى بظبط. يعني انا دلوقتي تقريبا بعمل امبلانت بلاننج لفوق المانديبول، مانديبول كامل. سواء بقى السنان دي بدل ديكيت، سواء السنان دي حط مكانها امبلانت، سواء الحلقه دي، مش انا مش هتفرق معايا. هي سيكونس وبمشي عليها من اول ان انا بدخل على الاجزاء كت وارسم عليه البانوراميك فيو. وبعد ما ارسم البانوراميك فيو بلاقي كوني عندي حاجتين، الريفورمات البانوراميك فيو، وكون عندي الكروس سكشن كت. الكروس سكشن كت يا دكتور هي دي اللي انت حضرتك بتشتغل عليها علشان تعمل بمنتهى البساطه الامبلانت بلاننج بتاعك. اهو تيك كير وانت بتعمل امبلانت بلاننج ان انت ما تعملش فايوليشن للنيرف بتاعتك. في بعض السوفت وير بتعمل حاجه اسمها سيفتي ديستانس ما بينك وما بين النيرف، ان انت افريج تقريبا 1.5 ملم او 2 ملم عشان ما تعملش فايوليشن للنيرف. اهو
هبتدي بقى اسيف الحاجات اللي انا عملتها. ده شكل ال 3 دي فوليوم بتاعتي اهو. ماشي كده يا دكاتره. انا اتمنى ان شاء الله باذن الله يا دكاتره ان احنا ان شاء الله نكون استفدنا ان شاء الله بالمحاضره بتاعت النهارده. ماشي يا دكاتره. فاللي عنده سؤال ان شاء الله باذن الله يتفضل يسيبه ان شاء الله نرد عليه في نهايه اللايف باذن الله. واتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا ورمضان كريم، وان شاء الله باذن الله نشوفكم ان شاء الله في المحاضره الجايه ان شاء الله.